المحب والموالي. أما إذا تكلمنا عن الحكومة وهذا موضوع لا نهمله أيضا، لأنني وتصديقا صدقوني لأول مرة أحضر مثل هذا الحفل الذي يحضر فيه وزير ويحضر فيه محافظ ورئيس بلدية وحاشيتهم وكل الأمن الوطني. هذا دليل واضح كبير على أن مصطفى كمال أتاتورك قد بنى هذه الدولة. بنى هذه الدولة على أسس متينة، على أصول الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة. وهذا دليلي على ذلك هو ما كنا نشاهده الآن وقبل لحظات من كلمة السيد الوزير وتحضينه للمسؤولين هناك ومجيئه وتواضعه إلى حد هذا المنبر حتى يصافحني ويسلم علي. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الجمهورية التركية بخير. وإني لا أستغرب أن يحظى مصطفى كمال أتاتورك بمكانه بجانب الإمام علي عليه السلام.